أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إن تقولوا على الله ما لا
يعلمون. صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang kami hormati, selanjutnya peserta dengan nomor urut 20 akan membacakan lantunan ayat suci.